اهلا بيكم تابعين قناتي قناه مصر الان. صور من كليب محمد رمضان الجديد تثير استياء متابعيه. اثار الفنان محمد رمضان استياء متابعيه وتعرض لانتقادات واسعه بسبب مشاركته عده صور من كليبه الجديد. وظهر محمد رمضان في احدى الصور وهو يرتدي روب وفي حضنه ثلاث فتيات على السرير، وهما ما سبب صدمه لجمهوره. وكانت التعليقات كالتالي: ما ينفعش نوصل للدرجة دي يا رمضان، وياريت تمسح الصور، والمشهد ده هينسف تاريخك كله، والصورة أوفر قوي بصراحة، مش قوي كده، انت مسلم يعني. ومن ضمن هذه التعليقات تعليق بيقول: أتمنى مسح هذه الصورة المسيئة الخادشة لنجم كبير له جماهير بتقدر نجاحه العظيم. وكمان تعليق بيقول: الصورة غير لائقة على الإطلاق. وفي سياق متصل طرح محمد رمضان البوستر الدعائي لفيلمه الجديد عزيرو المقرر طرحه في السينمات المختلفة قريبا. وظهر محمد رمضان خلال البوستر وهو برفقة الطفل منزل مهران، ويجلسان على أحد السلالم برفقة كلبهما. فيلم عزيرو بطولة محمد رمضان ونيلي كريم وجمانة مراد وخالد الصاوي وشريف دسوقي والطفل منزل مهران. ويناقش الفيلم قضية مهمة، إذ يتطرق لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي إنساني تشويقي. وكمان كان آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم هارلي الذي عرض في السينمات المختلفة في موسم عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته مي عمر ومحمود حميدة وأحمد داش ومي كساب وإسماعيل فرغلي، وإخراج حمد سمير. وكانت بتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن حول هارلي مهندس الميكانيكا من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.